حياكم الله بيكم الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي حكاية أو حقيقة تتمثل في كل حاجة فايحة، كل حاجة مش مليحة، كل حاجة قبيحة، كل حاجة يقولوا راهي من خدمة العرب، من خدمة العرب. العرب هم اللي هذه غرستها فينا في فرنسا وكملوها علينا درك الشعب الجزائري. أي حاجة حيقولك حاجة عرب 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 عرب، هم يخدموها غير العرب. في الطريقة الأكاديمية نقولوا حنا يعاني بعض العرب بحكم طول أمد الهزيمة الحضارية، بس طولنا بزاف حنا نعيشوا في هذه الهزيمة الحضارية، هذه متمثلة في الدنيا هذه اللي رانا نعيشوها، ونحسوا باللي حنا ضعاف في كل شيء، في كل شيء لا يعيش، مما يمكن تسميته بعقدة الأجنبي. الأجنبي هذا كون يقول الله ما كانش نقول إحنا الله صغلا فعلا الله ما كانش، كون يقولوا البحر الأبيض المتوسط ونشف وي البحر الأبيض المتوسط نشف وي المحيط الأطلسي ما كانش، المحيط الأطلسي ما كانش كاين منا صح. كيف هذه العقدة تتجلى بالانبهار اللاشعوري، اللاشعوري هنا في الأنا الأسفل من داخل، هكذا من داخل، بكل ما له صلة بالغرب، وذلك للاعتقاد بتفوقه في أسلوب طفولي لتقليد الكبار. يعني أسلوب طفولي، أنت كي دري كي در أنت كيف يشوف اللعب الكبير باللي هو الصح في كل شيء. نرى هذه النفسية تتجلى في الاستعمال غير المبرر لكلمات أجنبية. مثلا احنا هنا الجزائريين كل شيء كي يضرب الفرنسي إنسان متحضر، ولا بلونجلي إنسان متحضر، إنسان فايق، إنسان انتيليجون، هاي نضرب فيها إنسان أرجاز أيوة. وهذه الكلمات الأجنبية نقحموها في سياق الحديث دون وجود حاجة إليها، دون وجود مبرر، غير على جال برك باللي الغرب راهم متفوق علينا. كل ما يهضرش بالفرنسي صاي يحط كلمة زوج ثلاثة أربعة فرنسي صاي في أربع كلمات أو خمس كلمات، كلمة بالعربية وكلمة بالعامية وهادو كاع بالفرنسي ولا بالانجلي ولا ما بعرفش كيف. كما نراها في شيوع إطلاق أسماء أجنبية على الفنادق والصالونات والشوارع وغيرها، مع أن اللغة العربية فيها متسع لهذه التسميات. نرى هذه النفسية الانهزامية في محاكاة الأجانب حتى في طريقة اللبس. لبسوا كيفهم، لبسوا صروار مقطع، لبسوا صروار مقطع، لبسوا صروار مقطع على المؤخرة نتاعو، يلبس صروار مقطع مؤخرة على المؤخرة نتاعو، يدير الشعر طالع في السماء قد يروح عند الحلاق يقول له شوف ندير لي الشعر كيما كريستيانو رونالدو ولا كيما ما على باليش ممثل مشهور ولا ما باليش. وطريقة قلت لك محاكاة الأجانب في طريقة اللبس والأكل والاحتفالات. حنا الاحتفالات يحتفلوا بالانيفرسير، كل ما يحتفلوش بالانيفرسير الدنيا تتقلب، وخاصة النساء يعني النساء يعني ما كانش
كل شيء من عند الغرب راهو حلال حلال. او قال فلان تقول او قال مسلم عربي ولا صحابي. نو نو هذه ما كاينش منها. فتجد ان احدهم ياكل بشماله ويتناول طعامه بالشوكه والسكين ليظهر نفسه بمظهر حضاري وكانه بهذه الطريقه ما شاء الله عليه سيتدفق عقله بالحكمه الغربي وحضارته. هذا التقليد يمكن فهمه مقاربه بنظريه بافلو في الارتباط الشرطي اللاواعي. فكما ان الكلب في هذه النظريه بمجرد سماعه دق الجرس يسيل لعابه لان هذا الصوت ارتبط في ذهنه ارتبط في ذهنه بإحضار الطعام. فيصير دق الجرس في ذهنه مثير للعب. دق الجرس اللعب تاع الكلب يسيل كارثة كبيرة حتى دون إحضار الطعام. يعني حتى لو كان الكلب هذا ما يجيبوش الطعام اللعاب يسير. هذه هي التجربة تاع بافلوف. قالوا الغرب مليح مليح ما فيهاش الهضرة. حتى لو كان قتل العالم كامل، حتى لو كان راهو يدير في الحرب العالمية الثانية ودركا ودخل في الحرب العالمية الثالثة. أمن لازم تأمنه. كذلك صاحبنا المنبهر يصير مجرد محاكاة للأجنبي في لباسه وطريقة طعامه وشرابه وكلامه مظهرا مظهرا حضاريا حتى وإن كان فارغ المحتوى غير جاد في البحث العلمي والقراءة غير ملتزم بمواعيد لا يفكر ولا يبدع في وهي الأمور التي تصنع الحضارة. نقدم لكم فيديو دو فيديو درك ورا هاد المقال تاعي يزيد يوضحوا شويه. هما قصيرين يعني الفيديو هذا ولكن الفائده ديالهم عظيمه ان شاء الله. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. عندما قال القرآن أن الصعود في السماء يجعل الإنسان يشعر بضيق في الصدر، فنحن علينا أن ننتظر حتى يثبتهم ذلك حتى نقول سبحان الله. هذا لدينا في القرآن، وكأن القرآن بحاجة لتأكيد الغرب حتى يكون ما فيه صحيحا. ألا يكفي أنه من عند الله؟ لكن المشكلة الأكبر هو أنهم استطاعوا أن يربطوا الجهل والتخلف بالعرب والمسلمين، حتى أن العرب والمسلمين أنفسهم لديهم فكرة أنهم متخلفون وليس لهم قدرة على مضاهاة الغرب المتقدم المزدهر. حق ذلك، أي شيء يقال في بلاد الغرب صحيح بالنسبة لنا؟ لو قالوا كلب يطير لقلنا نحن نصدقكم، لو قالوا ديناصور صعد إلى الفضاء سنقول لهم كل شيء ممكن في الغرب. لكن في بلداننا نحن فاشلون ولا نملك عقول ولا نملك أي شيء مما يمتلكه الغرب. هذه فئة محطمة نفسيا وتعمل على تهديم ما تبقى وإحباط من يحاولون النجاح. هذه الفئة من الأفضل لو تم وضعها في مركب ورميها على أوروبا والدول المتقدمة التي يمضون كل الوقت في مدحها ويتركوا بلدانهم للفئة الإيجابية التي تحاول أن تصل لأبعد الحدود. وبالحديث عن مصر نحن لن ياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن ذنوبنا لم يبق لها إلا رجاء عفوك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره وبارك لنا فيه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء،
اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب.